وعلى خلفية تصريحات الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي علق فيها عما حدث في السعودية، قال: نقف بكل قوة وحسم مع السعودية في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها. ولهذا قرر الشعب الإماراتي دعم هذه الفكرة بإطلاق هاشتاج مع السعودية في العسر واليسر، ليكون الهاشتاج الأول في الإمارات منذ بداية اليوم وحتى الآن، ليعبر من خلاله الشعب الإماراتي عن حبه للمملكة العربية السعودية، وللتأكيد على أن الشعب الإماراتي والشعب السعودي هم شعب واحد.